أكثر من 20 دولة آسيوية سوقا خيريا في العاصمة المصرية القاهرة، عرضت من خلال مصنوعاتها اليدوية. أكبر الدول المشاركة في هذا المعرض الخيري إيران والصين وباكستان والهند وفلسطين. وسوف تذهب عائدات السوق للأعمال الخيرية ودور الأيتام المصرية. إيران كانت من أبرز الحاضرين، حيث توافد الزوار من كل الدول العربية لزيارة مصنوعاتها ومنتجاتها التي نالت إعجاب الكثير من الزوار. بسم الله الرحمن الرحيم. مطابق عرف دبلوماتيك برخي بازارهای خیریه تشکیل میشه که امسال ما برای اولین بار در این بازار شرکت کردیم و به نظرم هم استقبال خوبی هم از غرفه ما شده و فکر میکنم که این هم نوعی از دیپلماسی عمومی هستش که جزء وظایف نمایندگی ما به اون اهتمام داریم. همطور هم که مشاهده میکنید واقعا غرفه ایران نسبت به دیگر غرفه ها وضع خیلی خوبی داره و این تعداد میزهایی هم که ما گرفتیم تقریبا بالاترین تعدادی هستش که تو اینجا ممکن بود. احنا بنشتغل على نشر الوعي بأهميته، بنشتغل على برامج مختلفة بقالنا أكتر من 6 سنين دلوقتي. البرامج دي هدفها إما هدف علاجي كعلاج نفسي، احنا بنشتغل على المرأة المعنفة وأطفالها بقالنا أكتر من 3 سنين دلوقتي، بنشتغل على برامج إعادة تأهيل نفسي وشخصي. بضائع ومصنوعات إيرانية عديدة تعرض في هذا السوق الخيري، حيث توافد أيضا على هذا المعرض الكثير من الزوار الإيرانيين لحضور فعاليات هذا السوق ومشاركة الخيمة الإيرانية لتعريف الزوار العرب بالعادات والتقاليد الإيرانية وهم المصنوعات والبضائع. الهدف بطبيعة الحال المشاركة في عمل خيري يقوم به عدة دول أسيوية. أنا أول خيمة أزورها هي الخيمة الإيرانية لأننا أستاذ للغة الفارسية ومتخصص في شؤون إيران، ومن ثم كان أهم مكان أزوره هنا هو الخيمة الإيرانية. هذا السوق الخيري توافدت عليه الزوار ورجال الأعمال للمساهمة في تقديم الدعم والمساعدة المادية لتقدم لدور الأيتام المصرية ولمكافحة الإدمان ومرضى السرطان من الأطفال، ويعد هذا السوق الأول من نوعه بعد انتصار الثورة المصرية. مشاركة فعالة للجمهورية الإسلامية إيران مع العديد من الدول الآسيوية في هذا السوق الخيري الذي ستذهب أمواله للعديد من دور الأيتام المصرية. علم الدين صادق، شبكي خبر، القاهرة.